بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 72. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي نور على الدرب، نجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. مرحبا بكم الشيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. رسالتنا الأولى وصلتنا من المستمع عدنان ألف باء الرياض المملكة العربية السعودية، يقول في رسالته: ما معنى قوله تعالى: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والآية الثانية: ليشهدوا منافع لهم؟ ويقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أفتونا مأجورين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. يبين الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة الميقات الزماني للحج، وهو الأشهر المعلومات التي ذكرها الله جل وعلا في هذه الآية: شهر شوال وشهر ذي القعدة، 10 أيام من ذي الحجة، فمن أحرم في هذه الفترة قد أحرم في أشهر الحج، وينعقد إحرامه بالحج بإجماع المسلمين. فمن فرض فيهن الحج يعني من أحرم بالحج في هذه الأشهر المذكورة، فإنه يجب عليه أن يتجنب الرفث وهو الجماع ودواعيه، لأن ذلك محرم على المحرم، والفسوق وهو المعاصي، وإن كانت المعاصي محرمة على المؤمن دائما إلا أن يستد تحريمها وإثمها في حالة الإحرام، والجدال وهو المخاصمة، لأن المخاصمة تفضي إلى أمور محذورة من الأقوال والأفعال وتوغر الصدور وتشغل عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فلهذا نهي عنها، إلا إذا كان الجدال لأجل إحقاق حق وإبطال باطل، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وجادلهم بالتي هي أحسن، ويقول: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. أما إذا كان الجدال لغير بيان الحق ونحذ الباطل، فإن المسلم منهي عنه في كل أحواله، ولا سيما في حالة الإحرام. هذا ملخص معنى الآية الكريمة. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ليشهدوا منافع لهم، فهذا جزء من قوله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في مشروعية الحج، وهي ليشهد المسلمون منافع، أي ليحضروا هذه المنافع في الحج، وهي منافع دينية ومنافع دنيوية، ولم يحددها الله سبحانه وتعالى لأنها كثيرة. وهذا دليل على أن الحج فيه خيرات كثيرة ومنافع عظيمة للمؤمن في دينه ودنياه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمعناه أن الوقوف في عرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء من أعظم أنواع العبادة. وليس معنى ذلك أن الوقوف بعرفة هو الحج كله، بل هناك أعمال أخرى للحج وأركان وواجبات للحج وسنن، ولكن هذا من باب بيان أهمية الوقوف بعرفة وأنه هو الركن الأعظم من أركان الحج، والله أعلم. بارك الله فيكم. أيضا يسأل الأخ عدنان في سؤاله الثاني ويقول: ما هي علامات الحج المقبول؟ أفيدون بذلك جزاكم الله كل خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور هو الحج الذي تقبله الله سبحانه وتعالى، وعلاماته كثيرة، منها أن يكون نفقة الحج من كسب حلال، لأن النفقة عليها مدار عظيم في حياة المسلم، ولا سيما في الحج. قد ورد أن الإنسان إذا حج من مال طيب أنه ينادي مناد أن حجك، أن زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور،
وعلى العكس من كان حج من مال خبيث فإنه ينادى لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام ونفقتك حرام وحجك مأزور غير مأجور، أو ما هذا معناه؟ فمن علامات الحج المبرور أن يكون من نفقة طيبة وكسب حلال، ومن علامات الحج المبرور أن يوفق الله الإنسان فيه لأداء مناسكه على الوجه المشروع وعلى المطلوب غير تقصير فيها، وأن يتجنب ما نهاه الله عنه في عمل الحج، يعني يؤديه على الوجه الشرعي. ومن علامات الحج المبرور أن يرجع صاحبه أحسن حالا في دينه مما كان قبل ذلك، يعني يرجع تائبا إلى الله سبحانه وتعالى مستقيما على طاعته ويستمر على هذه الحالة، ويكون الحج منطلقا له إلى الخير ومنبها له إلى تصحيح مساره في حياته. هذه من علامات الحج المبرور. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة وصلتنا من أحد الإخوة المستمعين مصري الجنسية، يقول في رسالته: أنا حجيت وأديت فريضة الحج كاملة، ولكن أنا مصري وعدت إلى أرض العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر، علما بأنني لم أنزل مصر إلا بعد عيد الأضحى المبارك، أفيدونا بذلك مأجورين؟ لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي، والمقصود بذلك الحرم، ساحة ما بين الأميال حدود الحرم كل هذا محل لذبح الهدي. قوله تعالى: في الهدي لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. قوله تعالى: الهدي معكوفا أن يبلغ محله، فمحل الهدي ومحل ذبح الهدي هو الحرم الشريف، ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران وكفارة خلل وقع في الحج، وإن كان دم متعة أو قران فيذبحه في الحرم ويأكل منه ويتصدق، ولا بأس أن يحمل منه إلى بلده. نعم، أما هدي الجبران فهذا يوزع على مساكين الحرم ولا يأكل منه شيئا. نعم. أيضا نسأل في رسالته الثانية ويقول: هل يصح الحج لمن عليه دين وكذلك العمرة، وهل تصح العمرة قبل الحج أو الحج أولا، أفيدونا بذلك مأجورين؟ أما من عليه دين فهذا يختلف باختلاف أحواله، إذا كان من عليه دين ليس عنده ما يكفي للحج ولسداد الدين فإنه يقدم سداد الدين، ولا يجوز له أن يحج إلا إذا أذن له صاحب الدين بذلك. أما ما لم يأذن وليس عنده ما يتسع لوفاء الدين وللحج فإنه يقدم أداء الدين على الحج، وفي هذه الحالة لا يجب عليه حج، لأن الحج إنما يجب على المستطيع وهذا غير مستطيع. أما إذا كان في ماله سعة يتسع للدين وللحج فلا بأس أن يحج، لكن بشرط أن يوثق للدين ما يسدده ويؤمن له من المال ما يسدده، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة الأخ عبد الله ألف باء الرياض المملكة العربية السعودية، له عدة أسئلة يبدأها بالسؤال الأول ويقول: ماذا يجب على الإنسان أو ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة، وبماذا تنصحونه؟ السؤال الأول لم يكمل الجواب عنه، وهو قوله: هل العمرة يصح فعلها قبل الحج أو لا بد من تقديم الحج؟ لا مانع من أداء العمرة قبل الحج، فيعتمر قبل الحج، إما عمرة يتمتع بها إلى الحج أو عمرة يؤديها في أي وقت من السنة، لا مانع من ذلك أن تكون العمرة قبل الحج. نعم. رسالة الأخ عبد الله يقول في سؤاله الأول: ماذا يجب على إنسان يريد الحج لأول مرة، وبماذا تنصحونه؟ يجب على الإنسان الذي يريد الحج ولأول مرة أن يؤدي الحج على الوجه المشروع، وأن يصحب أناسا من أهل الخير يعينونه على طاعة الله ويبصرونه بمناسك الحج إذا كان يجهلها، وهذا يجب على من حج أول مرة وعلى غيره أن يؤدي الحج على وجه المشروع. ولكن الذي يحج لأول مرة قد يخفى عليه بعض أعمال الحج أو غالبها، فهو بحاجة إلى من يبين له، فيختار من الرفقة من يكون صالحا لذلك. نعم، بارك الله فيكم. أيضا يسأل يقول: ما هي الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة؟ الأشياء المحرمة على المحرم بحج أو عمرة: يجب على الذكر أن يتجنب لبس المخيط حالة إحرامه، ويقتصر على لبس الرداء، الإزار والرداء،
ويخلع جميع أنواع المخيطات عن جسمه، ويحرم على الذكر أيضا تغطية رأسه بملاصق من عمامة أو غيرها من الملابس التي توضع على الرأس، بل يكون رأسه مكشوفا طيلة إحرامه. ويحرم على المرأة تغطية وجهها بالبرقع والنقاب ويديها بالقفازين، ويجب عليها أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب بغير البرقع وبغير النقاب، بل تغطيه بثوبها أو بغطاء خاص للوجه غير مخيط. كذلك تغطي كفيها بثيابها، لكن لا بالقفازين وهما الجوارب المنسوجة أو المخيطة على قدر الكفين. فهذا ما تجتنبه المحرمة، غطاء الوجه المخيط له وغطاء الكفين بالقفازين، وتغطي وجهها وكفيها بغير ذلك وجوبا عن الرجال غير المحارم. ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الطيب، تطيب بجميع أنواع الطيب في حالة الإحرام. كذلك يحرم عليهما إزالة الشعر من الرأس أو من جميع الجسم في حالة الإحرام. تقليم الأظافر، يحرم على الرجل والمرأة تقليم أظافرهما في حالة الإحرام. ويحرم على الذكر والأنثى في حالة الإحرام الصيد، قوله تعالى: لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ولا يجوز له الاصطياد وهو محرم أو الإعانة على الاصطياد بقول أو فعل. ويحرم على المحرم ذكرا أو أنثى الجماع ودواعيه. ويحرم على المحرم ذكرا أو أنثى عقد النكاح. كل هذه تحرم على المحرم، وهي ما تسمى بمحظورات الإحرام. نعم، بارك الله فيكم. في رسالته الأخيرة يقول: ما هي الحكمة في الحج أو العمرة؟ الحكمة أن الحج ركن من أركان الإسلام. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. الحج ركن من أركان الإسلام، لا بد من أدائه على المستطيع. كذلك العمرة، فهي تعبد لله سبحانه وتعالى. الحج والعمرة عبادة عظيمة لله، وهي عبادة مالية وعبادة قولية، عبادة مالية وعبادة بدنية. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع أحمد عين با الرياض، مقيم بالمملكة العربية السعودية. يقول في رسالته: ما معنى قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم؟ وما هي صفة حجة الوداع للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ أما قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فمعناه وجوب اقتداء الحاج بالنبي صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج، لأن يتعلم أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي فعلها في الحج وأقواله، ويقتدي به في ذلك. هذا معنى قوله: خذوا عني مناسككم، يعني تعلموا مني أحكام حجكم وعمرتكم فافعلوا مثل ما أفعل. وهذا خطاب لمن كان معه ولمن يأتي بعده إلى يوم القيامة. يجب على كل حاج أو معتمر أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك. من كان معه من الصحابة فإنهم يشاهدونه ويرونه عليه الصلاة والسلام ويتابعونه، ومن يأتي بعده فإنه يعمل بالأحاديث الصحيحة الواردة في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمها ويعمل على موجبها. وإن كان لا يستطيع ذلك فإنه يسأل أهل العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه وليبينوا له. على معنى قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، فهذا دليل على أن أعمال الحج توقيفية كسائر أنواع العبادة، إنها توقيفية، لا يقدم على فعل شيء منها إلا إذا ثبت في الكتاب والسنة أنه مشروع وأنه عبادة. نعم، يقول: ما هي صفة حجة الوداع للرسول؟ أما صفة حجة الوداع فوصفها يطول، نعم، ولكن على القارئ أن يراجع الأحاديث التي وردت في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمها حديث جابر، الحديث المشهور الطويل الذي وصف فيه حجة النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. نعم. في سؤال الأخير يسأل عن معنى الآية: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، إلى آخر السورة، يريد تفسيرا لهذا. القارعة يوم القيامة، سمي بالقارعة لأنه يقرع الأسماع بأهواله، وهذا أحد أسمائه، وقد سمي بأسماء كثيرة: القارعة والصاخة والطامة الكبرى
والساعة والحاقة وغير ذلك من أسمائه، أنه يوم عظيم، يوم فيه أهوال عظيمة. قوله تعالى القارعة ثم القارعة، هذا التكرار من أجل تفخيم هذا اليوم وشد الانتباه لما يجري فيه من الأهوال حتى يكون المسلم على استعداد لملاقاته. ثم إن الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش، بيّن ما يكون في هذا اليوم من الحشر وجمع الخلائق ومن تغير هذه الكائنات، حتى إن الجبال الرواسية تغيب وتكون كالعهن وهو الصوف المنفوش من لينها ولوبانها بعد أن كانت جامدة قوية صلبة. ثم بيّن سبحانه وتعالى انقسام الناس إلى قسمين، سعداء وأشقياء. أما السعداء فهم الذين ثقلت موازين حسناتهم فرجحت بسيئاتهم ففازوا برضا الله سبحانه وتعالى ونعيم الجنة خالدين مخلدين فيه، والأشقياء هم الذين خفت موازينهم بمعنى أن سيئاتهم رجحت على حسناتهم والعياذ بالله، فهؤلاء خابوا وخسروا وانقلبوا إلى أسوأ عاقبة، وهي أن النار مقرهم ومصيرهم أبد الآباد. نعم، بارك الله فيكم. هذه رسالة من الأخت هيا ميم نون الدمام، تقول في رسالتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ما معنى شرح هذا الحديث يا فضيلة الشيخ؟ أول الحديث ضعيف ومروي عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وله روايتان، الأولى كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به، والرواية الثانية كل جسم نبت من سحت فالنار أولى به، والسحت هو الحرام. ومعنى الحديث أن كل جسم ولحم تغذى بالحرام فإنه يكون يوم القيامة في النار عقوبة له، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الخبائث والمكاسب المحرمة وأمر بالأكل من الطيبات وما أباح الله سبحانه وتعالى لعباده، لأن المحرم يغذي تغذية خبيثة، وأما الطيب فإنه يغذي تغذية طيبة وله آثار حميدة على جسم الإنسان وعلى تصرفاته وأخلاقه، أما الخبيث فإنه يغذي الجسم تغذية خبيثة وينعكس ذلك على تصرفات الشخص وأعماله فإنها تكون خبيثة بتأثير طعامه الخبيث. فدل هذا على ما للمطعم من أثر على الإنسان، وأنه يتأثر به خيرا إذا كان مطعما طيبا، ويتأثر به شرا إذا كان مطعما خبيثا. قد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، قال تعالى يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، قال تعالى يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فأمر الناس عموما بالأكل من الحلال الطيب، وأمر المؤمنين خصوصا بالأكل من طيبات ما رزقهم الله عز وجل وأن يشكروا الله على نعمته. هذا يدل على الاهتمام بالمطعم، وأن الإنسان يهتم بما يغذي به جسمه ويتجنب الحرام. قد صح في الحديث أن أكل الحرام يمنع من قبول الدعاء، كما في حديث المسافر يمد يديه إلى السماء، أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنه يستجاب لذلك، وهذا أمر مهم جدا. نعم، بارك الله فيكم وعظم الله مثوبتكم. أيها الإخوة والأخوات، أجاب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء. نشكركم لحسن المتابعة، ونتمنى أن نلتقي في الغد وأنتم بخير وعافية. قام بهندسة الصوت الزميل سليمان الحيدان، وسلام الله عليكم ورحمة